السلام عليكم أعزائي الطلبة، في محاضرتنا لهذا اليوم مادة Human Computer Interaction. محاضرة هذا اليوم بعنوان What is Interaction Design الجزء الثاني. تتناول هذه المحاضرة المواضيع الآتية: Number 1 The Golden Rule of Design, The Process of Interaction Design, and the last one The Interaction Style. نبدأ بالموضوع الأول The Golden Rule of Design. ما هي القاعدة الذهبية للتصميم؟ The designs we produce may be different, but often the raw materials are the same. This leads us to the golden rule of design. قد تكون التصاميم اللي ننتجها مختلفة، ولكن غالبا ما تكون اللوازم الخام أو اللوازم الأساسية تكون متشابهة. هذا يؤدي إلى القاعدة الذهبية للتصميم. ما هي؟ Understand your materials. يجب أن نفهم المواد الخاصة بنا. شنو هي هاي المواد الخاصة بنا؟ For the human computer interaction, the obvious materials are the human and the computer. بالنسبة إلى التفاعل بين الإنسان والحاسبة، فإن هذه الأمور أو المواد أو اللازمة الواضحة هي الإنسان والكمبيوتر. إذن الأساس مالتنا، الماتيريال اللي نشتغل عليها في مادة الهيومن كمبيوتر انتراكشن، موادنا الأساسية هي الهيومن والكمبيوتر. يجب أنه understand computers، أن نفهم الحاسبات أو الكمبيوتر. نفتهم من عند limitation، الكباسيتيز، tools، platforms، واللي تكلمنا عليها بالمحاضرة الثانية اللي كانت ما هي القيود وقدرات الحاسبة وشن هي الأدوات والمنصات اللي نستخدمها. وأيضا يجب أن نفهم أو ندرس understand people، نفهم الناس، نفهم شنو البايسيكولوجيكال مالتهم، social aspects، human errors، جوانبهم النفسية والاجتماعية، وما هي الأخطاء البشرية، حتى نقدر بعدين نسوي بين الهيومن والكمبيوتر تصير عملية الانتراكشن. إذن الأساس في دراستنا وعملنا هو الهيومن والكمبيوتر، ويجب أن نفهم ما هي الأمور اللي يجب أن نفهمها بالكمبيوتر، ويجب أن نعرف ما هي الأمور اللي يجب أن نعرفها أو نفهمها بالنسبة إلى people حتى نقدر نسوي بيناتهم interaction. إذا القاعدة الذهبية والأساس الأساس في عملنا بالhuman computer interaction أنه نفهم ما هي الأدوات أو اللوازم أو المواد المهمة اللي يجب أن نعمل عليها. نجي the process of design. بالنسبة إلى عملية التصميم بشكل عام، often human computer interaction professionals complain that they are called in too late. غالبا ما الناس اللي متخصصين او يعملون في مجال الهيومن كمبيوتر انتراكشن يشتكون من انه يتم استدعائهم بعد فوات الاوان. يعني من عندهم نظام، اي شركه تقوم ببناء اي نظام ما تروح تسأل المتخصصين بالـ HCI حول هذا البناء وما هي المشاكل، شنو الصح أن تعمله. ولكن بعد ما أن الشركة تقع في مطبات وفي مشاكل، ذاك الوقت روح تبحث عن من يساعدها في حل هذه المشاكل من الناس المتخصصين واللي هم بالـ HCI. A system has been designed and built and only when it proves unusable do they think to ask how to do it right. Okay? In other companies, usability is seen as equivalent to test checking whether people can use it and fix problems rather than making sure they can from the beginning. Here we'll take a simplified view of for many faces plus
an interaction loop focus of the design of interaction. إذن مثل ما تكلمنا إن هناك بعض الشركات اللي لا تهتم بالusability. هنا نيجي شنو يعني شنو نقصد بالusability؟ بالنسبة للinteraction design أو human computer interaction، الusability هو يعني بما معناه easy to use، سهولة الاستخدام، بمعناها هاي الوظيفة أو هذا السوفت أو البرنامج software أو البرنامج أو المشين هل قابلة للاستخدام، هل هي سهلة الاستخدام، هل هي صالحة للاستخدام، هاي كلها تكون under usability. لكنه بعض الشركات تنظر إلى usability فشيء مكافأة أو معادل لمجرد اختبار أو التحقق من هذا الشيء أو المادة اللي تصنعها أو البرنامج اللي تسويه، هل هو استخدامه صالح بمشكلة أو لا. لا، هو مو هذا الصحيح، ولهذا السبب يقعون في مشاكل التصاميم مما يؤدي إلى ظهور مشاكل يصعب حلها، ويلجؤون بالأخير إلى الناس المتخصصين واللي المفروض أن يلجؤون إليهم منذ بداية المشروع، لأنه هم الأساس لبناء مشروع صحيح وبدون ما نقول بدون مشاكل وقليل من المشاكل. وعلى هذا الأساس هناك أربع مراحل رئيسية يجب تواجدها ونركز عليها في أي تصميم تفاعلي. هاي المراحل اللي راح نتكلم عنها الآن، المرحلة الأولى اللي هي What is wanted؟ شنو تريده؟ مين تحصل هاي؟ من خلال الانترفيوز، مقابلات، راح تسوي المقابلات مع الناس، من خلال المقابلات تسألهم، تتناقش وياهم، تعرف شنو مشاكلهم، تنظر إلى مشاكلهم على أرض الواقع. هاي المقابلات اللي راح أنت تسويها راح تكون هي الأساس اللي أنت تقدر بعدين تسوي بيه عملية analysis، راح تحلل، راح تحلل السيناريوهات ملاتك والمهمات اللي لازم تشتغل عليها حتى تقرر على أساسها تسوي الديزاين مالتك، واللي يكون هو عبارة عن مخططات أو مبدأ لمخطط ممكن أنت هذا المخطط على أساسه تبني البروتوتايب مالتك. إذا نيجي للبروتوتايب اللي هو شنو البروتوتايب؟ اللي هو عبارة عن مخطط أولي لعملية التصميم مالتك. ولاحظ أنه بين الاناليسس والديزاين والبروتوتايب اكو فد دائره، اكو عمليه تكرار، معناها ممكن بين البروتوتايب ارجع احلل وارجع اعدل بالتصميم وارجع على البروتوتايب اشتغله واقيمه، هنا ايفالويشن اسوي له تقييم اولي وارجع بعدين احلل. يعني نحتاج الى ان نوصل وين؟ الى مرحله ديزاين نموذجية أو مقبولة وفق ما إحنا نريد نوصل إلى. بعدين بعد ما صممت مثلا، صممت واجهة، صممت فد ماشين معين، جهاز، صممت في السيستم معين كملته، بعد هذا التصميم تبدأ عملية التطبيق، ومن ثم الديبلوي implementation والديبلوي. هنا بهاي العملية هي عملية التنفيذ الشغل مالتنا، ومن ثم نشره وتوزيعه ولتتمم العملية. إذا هاي كلها عملية الـ process of design. راح نجي هاي الفقرات أو هذه المراحل، العفو المراحل، ناخذها واحدة واحدة نتكلم عليها بشكل أكثر تفصيلا. المرحلة الأولى What is wanted؟ The first stage is establishing want exactly is need. إذا المرحلة الأولى بالنسبة إلى what is wanted اللي هي تحديد ما هو مطلوب بالضبط، exactly بالضبط، exactly is needed، ما هو الشيء المطلوب من عندنا. As a precursor to this it is usually necessary to find out what is
currently happening? What sort of personal appliances do they currently use? They are a number of techniques used for this in HCI. إذن يجب أنه نعرف من الضروري معرفة ماذا يحدث حاليا، شنو اللي دي يصير حتى نقدر نعرف ما هي الأشياء أو الأجهزة الشخصية أو التطبيقات الشخصية اللي يستخدموها بالوقت الحالي. وهناك عدد من التقنيات المستخدمة في الـ HCI. إذن حتى نعرف إنهم إحنا من نروح نسوي هاي المقابلات كمقدمة لعملنا، حتى نعرف هم شنو الأشياء اللي يستخدموها، شنو التطبيقات الشخصية اللي هو كشخص دا يستخدمها، حتى يجي النظام يكون بديل عنه. لازم نعرف شنو هي التقنيات والأساليب اللي دا يستخدمها في عمله، وشون دا يتدرج بيها. حتى هاي ضروري أن نفهمها من خلال بعض الأدوات اللي راح نذكرها مهمة في الـ SCI، اللي هي أولها الـ Interviewing People. إذا هنا إجراء مقابلات مع الناس، بعد الفيديو تيبينج ذيم، وبعدين نصورهم، ولوكينج آت دوكيومنتس آت أند أوبجيكتس ذات ذي ورك وذ هنا. وراح بعدين ولا ما نصورهم ننظر في المستندات والأشياء اللي يعملون عليها، وبعد آخر شيء observing them directly ومراقبتهم بشكل مباشر. يعني احنا نقابلهم ونسجل لهم فيديو وننظر الى الاشياء والمستندات اللي دا يشتغلون عليها، شلون دا يتعاملون وياها، شنو تسلسلها، شنو الاحداث. بعدين نراقب المباشرة، راقب العمل مالتهم. يعني مثلا اذا تريد تصمم انت فد نظام معين، مثلا لبنك، تريد تعرف شلون آلية العمل بين الخطوة الأولى، شلون بعدين يتعاملون مع هاي المستندات، شو يسوولها، شلون يحتاجوها، شلون يملوها. كل هاي الأمور تفهمها وتصورها وتقابل الناس المتخصصين اللي يشتغلون عليها، وتفهم من عندهم وتسجل ملاحظات، وممكن تصورهم وتصور العملية حتى تعرف انت شنو اللي تريد تصممه وشون يشتغل وشون آلياته، حتى تقدر تشتغل التصميم مالتك بشكل صحيح. الخطوة الثانية الاناليسيس، التحليل. بالنسبة الى الاناليسيس، اذا the results of observations and interview need to be ordered in some way to bring out key issues and communicate with later stage of design. إذن بالتحليل يجب أنه النتائج اللي حصلنا عليها من المشاهدة أو مراقبة بالمرحلة الأولى والمقابلات، يجب أنه تظهر كأشيوز، قضايا أساسية بالتواصل مع المراحل اللاحقة بالتصميم. إذن هذه عملية الأناليز هي عملية تواصل بين المرحلة الأولى والمراحل القادمة من خلال الانترفيو والمقابلات والملاحظات والنظر إلى العملية اللي حصلنا عليها بالمرحلة الأولى. إذن هي الأساس للربط في المراحل الباقية. Which are means واللي تعنينا هنا to capture how people carry out of the various tasks that are part of their work and life. إذن هنا هي وسيلة لالتقاط كيفية قيام الناس بالمهمات مالتهم، هاي المهمات المختلفة اللي تعد جزء من عملهم وحياتهم. We will look at scenarios, rich stories of interaction which can be used in conjunctions with method like. راح نلقي على فد بعض السيناريوهات والقصص اللي تكون غنية بهذه التفاعلات، واللي يمكن نستخدمها جنبا إلى جنب مع طريقة مثل التاسك analysis، هنا تحليل المهمات. Or they want to record and make the actual interaction.
اللي راح مثل ما ذكرنا اللي يمكن استخدامها جنبا إلى جل مع طريق مثل تحليل المهمات اللي تكلمنا عليها، وبمفردها التسجيل وإجراء تفاعل حقيقي يكون تفاعل حقيقي وحيوي معها. These techniques، هذه التقنيات can be used both to present the situation as it is and also the desired situation. هذه التقنيات يمكن استخدامها للتمثيل الوضع كما هو وكذلك الوضع المطلوب. إذا عملية الأنالايز قلنا إذا هي تربط بين المرحلة الأولى والمراحل القادمة بالبروسيس ديزاين، بالإضافة إلى أنه راح كل ما حصلنا عليه راح نقدر نحلله ونقدر نسجله، واللي ممكن أنه نعتمده كطريقة لتحليل وإجراء تفاعل حقيقي حيوي باستخدام تقنيات لتمثيل هذا الوضع كما هو مطلوب. نجي إلى المرحلة الثالثة، إلى مرحلة الديزاين وهي المرحلة الثالثة. There are numerous rules, guidelines and design principles that can be used to help with us. We need to record our design choices in some way and there are various notations and methods to do this. إذا في مرحلة الديزاين هناك العديد من الرولز، من القواعد والمبادئ اللي هي guidelines، مبادئ توجيهية، وكذلك design principles، مبادئ التصميم اللي يمكن استخدامها حتى تساعدنا في عملية التصميم. نحن بحاجة ان نسجل هذه التصاميم او هذه الاختيارات مالتنا بطريقة ما بحيث تكون الرموز والطرق اللي نستخدمها في هذه التصاميم تتضمن including those used to record the existing situation. وهذه الطرق المستخدمة لتلك المستخدمة تسجيل الوضع الحالي اللي هي it is at this stage also where input from theoretical work is most helpful, include cognitive models, organizational issues and understanding communication. في هذه المرحلة تكون المدخلات من العمل النظري theoretical work تكون مقيدة. ليش؟ لأنه النماذج اللي هي تكون الكونكتيتف موديل and القضايا التنظيمية organizational issues والunderstanding، يجب أن نفهم الاتصالات understanding communication. هاي وين تكون؟ في مرحلة الديزاين راح تكون هذه العمليات اللي نحتاجها راح تكون مقيدة، ولهذا راح نشوف انه عملية الديزاين راح تستمر وتقوية المراحل الاخرى لحد ما نوصل الى ديزاين يكون بيرفكت. يعني ما راح يكون هو هذا الديزاين النهائي من اول مرة، نأخذ عدة مرات حتصير عملية التصميم مثل ما شاهدنا بالفيجر. لو نرجع هسه إذا الفيجر مرة ثانية نشوف إنه بعملية التصميم حتى يصير ترابط بالموضوع. شوفي هنا مرحلة الديزاين ما راح من أول مرة يكون مقبول، راح تستمر العملية بين الأناليسس والبروتوتايب لحد ما نوصل إلى الديزاين الصحيح أو المطلوب أو يكون البرفكت في عملنا. نجي إلى المرحلة الرابعة اللي هي الالتريشن and prototyping. The humans are complex and we cannot expect to get designs right first time. في هذه المرحلة يكون البشر معقدون ولا يمكنهم أن نتوقع أن نحصل منهم فالتصميم يكون بشكل صحيح لأول مرة، لأن إحنا هنا
المرحلة مو بسهولة تجي انه تأسا نصمم الديزاين مثل ما نشوف هسه هنا، هاي مرحلة البروتوتايب، يعني هنا دا يرسم في التصميم معين للواجهة. هنا البشر من تريد تصمم بلا شيء بالحاسبة ما راح يجيك رأسا يكون متوافق ويصير انت ركت ويا هذا التصميم مالت الحاسبة مالتك، راح يكون نوع من التعقيد عنده ويا تقبل لهذا الشيء. فهنا مو من اول مرة حتنجز العملية مالتك. اذا لهذا السبب راح نحتاج we therefore needed to evaluate and design to see how well it is working and where there can be improvement. يجب انه حتى نعرف نحتاج الى evaluation، نحتاج نقيم هذا الشغل مالتنا ونقيم هذا التصميم حتى نشوف وين مكان اللي يعمل به بشكل زين، وين ممكن انه نحسن هذا يعني التصميم، يعني نشوف مكان اخفاق التصميم وين ومكان نجاحه وين، شلون تتم العملية عن طريق الايفالويشن. اذا الايفالويشن شنو معناها؟ هو معناها تقييم. اذا تقييم التصميم مالتنا حتى نعرف من خلاله نقاط الضعف والقوة موجودة بالتصميم. Some forms of evaluation can be done using the design on paper. بعض الايفالويشن بعض التقييمات نستخدم بها الورق البيبر، نصمم على ورقة، يعني شلون مثلا اذا اصمم لواجهة ارسمها على ورقة واقيمها واراويها مثلا لخبراء، اراويها للناس المستفيدين، يابا هذا التصميم اوكي، شنو محاسن قوته، فقبل ما اروح اشتغله بشكل عملي. اوكي، اذا بعض الايفالويشن يحتاج الى البيبر بالبداية، but it is hard to get real feedback without trying it out. لكنه الصعوبة الموجودة انه نحصل على فيدباك حقيقية دون تجربتها، ردود افعال حقيقية دون تجربة، يعني اذا ما تقدر رأسا تحصل عليها فيدباك اذا ما تسوي لها فد تجربة حقيقية على ارض الواقع. Must user interface design therefore involve some form of prototyping, producing early version of system to try out with their real users. بالتالي فإن معظم تصاميم هذه الواجهات user interface واجهات المستخدم تتضمن فد أشكال أو نماذج تكون هذه النماذج اللي تكون على البروتوتايبينج، مما ينتج عنه فد اصدارات مبكرة او فيرجن مبكر او فيرجن اولي من الانظمة اللي تكون للتجربة مع مستخدم حقيقيين. يعني معناها انت من تصمم هذا البروتوتايب او هذا التصميم مالتك حيكون هو اولي او نسخة اولية من النظام مالتك، واللي راح تكون الى هذه الأنظمة ممكن تعرضها على مستخدمين حقيقيين، تقدر يعني حتى بعدين تجري عليها التعديلات. اوكي، نروح للمرحلة اللي بعدها، المرحلة الخامسة implementation and deployment، التنفيذ وعملية النشر. Finally when we are happy with our design we need to create it and deploy it. This will involve writing code, perhaps making hardware, writing documents and manual, everything that goes into a real system that can be given to the other to the others. اخيرا من نكون سعداء بهذا التصميم نحتاج انه ناخذه ونخلقه وننشئه وننشره من سوينا هذا التصميم. اذا عملية الان هو تنفيذه ونشر هذا التصميم، تشمل ذلك كتابة بعض الكودز، بعض البرامج، وربما نصنع في الجهاز معين بالهاردوير، أو كتابة فد وثائق وأدلة معينة
كل شيء راح يدخل في النظام يكون نظاما حقيقيا في هذه المرحلة، وحتى نعطيه إلى الآخرين. إذا مرحلة الـ implementation and deployment هي عملية كتابة الكورس أو نصنع فد هاردوير معين، وكتابة بعض الـ documents والـ manuals، ومن ثم حتى نعطي هذا السيستم يكون سيستم حقيقي يقدر ننطيه إلى الآخرين. أوكي، بعد there is a trade-off between the length of the design period and the quality of the final design. This means one sometimes has to accept a design as final even if it is not perfect. It is often better to have a produce that is acceptable but on time and the cost than it is to have one that has perfect interaction but is late and over budget. Okay. هنا تكون هناك مفاضلة بين طول فترة التصميم length of design period، بين فترة طول التصميم يعني الفترة الزمنية للتصميم، والجودة the quality of the final design وجودة التصميم النهائي. إذا هنا مفاضلة، إيش قد حاخذ وقت مقابل أنه أصنع في التصميم النهائي الكواليتي مالته عالية؟ إذا مرات يعني تصير عملية المفاضلة يعني ياخذ وقت مقابل الجودة، هل الوقت طويل مقابل جودة ضعيفة، أو وقت قصير مقابل جودة ضعيفة، أو وقت طويل مقابل جودة كثيرة؟ هنا تصير عملية المفاضلة، وهذا يعني أنه على الواحد المرء أحيانا قبول تصميم باعتبار تصميم نهائي إذا كانت أني كلش محتاجته بوقت سريع، على اساس حقبل على اساس الكواليتي، يعني ما يكون نوت بيرفكت، ما يكون يكون كلش مثالي، لانه محتاجته مثلا على وقت قصير. وغالبا ما يكون من الافضل ان يكون لديك فد منتج مقبول ولكن في وقت معين او محدد، وعلى والتكلفه ايضا تكون لديك، تكون لهذا المنتج مقبوله حتى يكون التفاعل مثالي.